تتنازلين عن التعويض المصلحة محمود، هذا توقيع في يوم ويدش قد يوم. ايش قدر عجز مالك؟ 40 كان 70 نزلوا على 40. نعم بس انا قد اقول على حل على المستقبل في مرضى اخرين كثير ان شاء الله. تارك الإصابة في 22/7/2015 جنابك عالجتونا تمام؟ هذه الإصابات اللي مثبتة حضرت مثل ما جنابك أوضحنا. يوم كانت لدينا زيارة إلى لجنة التعويضات في محافظة نينوى واطلع على سير العمل والمعوقات الموجودة. من خلال الزيارة واللقاء بالسيد القاضي هناك معوق رئيسي فيه كتب هيئة المساءلة والعدالة. تم الاتصال بالسيد رئيس هيئة المساءلة والعدالة الأستاذ باسم البدري وأبدأ تعاوننا بهذا الخصوص. لكن هناك حلقة أخرى، اتصلت بالأستاذ عبد الإله النائلي، لابد من تجاوز هذه الحلقة والروتين لغرض إنهاء المعاملات بالسرعة الممكنة. كذلك اطلعنا على بعض النقصات الإدارية في اللجنة. كلنا دعم وتعاون للجنة الذي تؤدي خدماتها للضحايا في محافظة نينوى، واطلعنا على الاحتياجات وسنوفرها خلال 24 ساعة القادمة.